جلسة الاستثنائية للدورة الانتخابية الخامسة منصب رئيس مجلس النواب بات شاغيرا بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا الكتل السنيه شرعت باجراء حوارات داخليه لاختيار رئيس جديد وسط اعترافها باستحقاق كتله تقدم التي يراسها الحلبوسي بهذا المنصب كونها الاكثر مقاعد في المجلس. نحن في عزم رؤيتنا بانه يقدم تقدم مرشحه الى رئاسه البرلمان بعد التوافق الكتل السياسيه السنيه عليه باب الترشيح لحد غير مفتوح. هناك حراك سياسي لفتح باب الترشيح خلال الايام القريبه القادمه. الاطار التنسيقي صاحب الكتله النيابيه الاكثر عددا يرقب نتائج الحوارات السنيه السنيه مؤكدا وقوفه على مسافه واحده من الجميع في وقت تشير فيه التقاليد السياسيه في العراق الى ضروره ان يحظى المرشح لمنصب رئيس البرلمان بقبول الاطراف الشيعيه. موضوع الانتخاب رئيس البرلمان موضوع يتعلق بالأخوة الكتل السنية وإحنا حقيقة ما ما عندنا خط أحمر على أي مرشح لهذا المنصب حاليا ولا ولم تصل التفاهمات إلى مرحلة اختيار الشخصية لأن هذه التفاهمات لازم تكون تبدأ داخليا أولا وثم ترحل إلى الإطار التنسيقي وتدرس في الإطار الاستراتيجي وتعرض في اجتماع الإطار التنسيقي ويصار إلى شخصية معينة لتكليفها باداره منصب رئيس مجلس النواب. ويرى قانونيون وسياسيون ضروره الاسراع باختيار رئيس جديد للمجلس النيابي للمضي قدما في تشريع القوانين استجابه لنصي الدستور والنظام الداخلي للمجلس بوجوب انتخاب رئيس جديد في حال اقاله او استقاله او وفاه رئيس البرلمان خلال انعقاد الجلسات الاولى التي تلي فراغ المنصب. يوسف الحسيني الحره اربيل